زوج أيضا يجي زوجته موظفة يقول لها لازم تحولي أساسا الراتب مالش يتحول إلى حسابي ما يروح إليك. طيب يا بليش؟ قولها لأن حقي عليش أعظم من هذا. ما سمعت النبي يقول لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟ احمدي ربش أنا بس أخذ فلوسش ما أخليش تسجدين لي صبح ومسي، الباقي متنازل عنه بس خلي الفلوس عندي. لا يجوز له أن يأخذ منها درهما واحدا بدون رضا قلبها. وبعض الأحيان هي تقول إذا ما أعطيه طلقني، هذا مو رضا. طيب حتى لو قال لها أنا وش بسوي فيها الفلوس غير بصرفها عليش؟ لا يجوز له أن يأخذ، لا تصرف عليها، ما حد أمر تصرف عليها بمقدار الواجب، هذا مسؤوليتك. أما تأخذ فلوسها وتصرفها عليها غير جائز. أبصرفها على أولادش مو مسؤوليتها هذا. فأحيانا يتصور هذه سرقة، يعني هذا نحو من أنحاء السرقة والاستيلاء على مال الغير من غير مبرر صحيح. ولكن هذا يشير إلى عدة أمثلة عندما يعتبر الشخص نفسه صاحب حق في هذا المال الذي استولى عليه وسرقه. مرة يعتقد فلوس الحكومة حقه، مرة يعتقد فلوس رب العمل حقه، مرة يعتقد فلوس زوجته حق، مرة تعتقد هي أن فلوس زوجها من حقوقها، وهذا كله غير صحيح لأنه يقترن بعدم الإذن وعدم طيبة القلب من الطرف الذي يملك المال. هذا واحد من الدوافع، اعتبار الإنسان نفسه صاحب حق، هذا يدفعه إلى الاستيلاء على مال الغير وعلى السرقة. بعضهم يجي يقول لك شنو هذا الرجال بطران، بيته شطوله شعرضه وعنده من الأموال، وش بيسوي فيها؟ خليه يلتفت إلى هالشباب هذول اللي ما يتزوجون، إذا نروح نسرق من عنده. شنو هذا الكلام؟ خلي يكون عنده أموال قارون، إذا اكتسبها من حلها وأدى حقها ما إلك حق أنت تروح تأخذ منه، نظرا لأنك لا تملك المال وهو يملك المال. لا يوجد أي مسوغ شرعي في هذا الاتجاه.